والحقيقه انه من اكتر المشاكل النفسيه اللي بتواجهنا جميعا هو يمكن مساله تانيب الضمير او الاحساس بالذنب طول الوقت، وموضوع بيتحول لجلد للذات. خلونا نعرف ونسمع اكتر بالتفصيل ازاي نتخلص من التاثير النفسي لهذه المشكله علينا من الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه. صباح الخير عليك يا دكتور. يعني اعتقد انه الامهات على وجه التحديد اكتر ناس بيأنبوا ضميرهم طول اليوم، واكتر ناس عندهم اللي هو طول الوقت مهما تعمل هي حاسه بالذنب انها مقصره، وبتفضل طول الوقت تدخل بقى في مساله جلد الذات. فيعني لو تقول لنا ازاي الموضوع ده ما ياثرش علينا. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. طبعا زي ما حضرتك قلتي، السيدات الافاضل بطبيعه انهم عندهم الذكاء الوجداني اعلى والعاطفه اسمى والشعور بيبقى متدفق، فالاحساس بالمسؤوليه بتبقى مضاعفه عليهم، وبالتالي بيبقوا اكثر تاثرا وتاثيرا بعمليه جلد الذات. يعني ابنها لو الماده من 50 وجاب 49 ونص تعملها مناحه، تقول لك انا مقصره. زي ما حضرتك بتقولي، الاكل اتحرق منها مثلا، حصلت مشكله معينه. يعني دائما وابدا المشكلات البسيطه جدا في الاسره وفي نطاق الحياه يبقى عندها جلد الذات ومبالغه في جلد الذات. ده للاسف بنشوفه بصوره دايمه وبصوره مستمره مع بعض السيدات، نتيجه ان هي تبقى متربيه اصلا تربيه قمعيه، يعني في تربيه ذكوريه. طيب دكتور، الحقيقه في سؤال مهم جدا قبل ما نتكلم بالتفصيل عايزين نفهمه من حضرتك اكتر. هو اللي بيتقدم يا دكتور وليد، في نقطة مهمة جدا عايزين نستوضحها من حضرتك. هل في فرق ما بين، واحنا بنتكلم في التوصيف الطبي بقى علميا، هل بيكون في فرق ما بين جلد الذات وتأنيب الضمير أو الشعور بالذنب؟ طبعا في فرق. تأنيب الضمير أو تأنيب الضمير ده الصورة الطبيعية، الصورة اللي ما فيهاش دراما، الصورة غير مرضية، الإنسان بطبيعته يبقى عنده ضمير، والأنا الأعلى هو اللي مسيطر على جميع أفعاله، هو اللي بيرده عن جميع خطاياه، هو اللي بيخليه يراجع نفسه، هو اللي بيخليه يستنكر طاقاته عشان ما يقومش على الخطر تاني. يمكن حتى في البيئه العربيه تعريف الضمير مختلف عن اي حته في العالم، يقول الضمير هو صوت الله داخل الانسان، فدايما من جواك بيوجعك، دايما بيشاور لك على الصح. فتأنيب الضمير مهم جدا طبعا، ويمكن حتى في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فمهم جدا ان الواحد يبقى عنده تأنيب الضمير، عنده وقت للضمير، الضمير يقول له افعل ولا تفعل، يخليه يراجع حساباته علشان يبتدي يقيم نفسه ويحدد اهدافه من جديد ويتلمس خطاه بصوره يرضى عنها، سواء هو او اسرته او المحيطين او حتى المجتمع والقانون. طيب دكتور وليد، الضمير ده مهم جدا، امطر الله الشعره ما بين تأنيب الضمير. طبعا مهم قوي، انما لو احنا تخطينا ده بشعره، يعني دخلنا في الشيء بقى المرضي، ان جميع افعالنا يجبنا فيها وغز للذات. اي في اللي عملناها يجبنا فيها وغز للذات. يعني مثلا بنشوف بعض السيدات بيتقدم لها عريس فاهلها يقولوا لا احنا مش عاوزينه عشان واحد اثنين ثلاثه، هي تصر عليه فيستجيبوا ليها ويرضخوا لرغباتها في الاخر. لما بتكتمل الصوره عندها بعد العلاقه الزوجيه وتشوف بقى اجزاء البازل بتتجمع وبتشوف بشاعه الموقف وتعرف ان اهلها على حق، تبتدي تبالغ في جلد الذات بدل ما هي تعمل على تقويم العلاقه الاسريه وتحاول تسد الثقوب او ترقى بالصدع، لا يجي لها جلد ذات. نلاقيها دايما قاعده متقوقعه بتعيط، عندها اضطرابات نوم، عندها صداع مستمر، متلازمه الاجهاد، الشعور بالقلق، تعاقب نفسها، تاكل كتير. طب يا دكتور وليد، ازاي الانسان يفصل ما بين انه ضميره يبقى صاحي وانه يوصل لمساله جلد الذات اللي يؤذيه نفسيا؟ مهم جدا الانسان يبقى عارف ان كلنا خطائين، وخير الخطائين التوابين. يعني عادي جدا ان انا ممكن اعمل خطا، انما ممكن اتدارك الخطا. ده كونسبت مهم لازم يبقى عند الانسان. بالاضافه ان في بعض الامور الحياتيه الطبيعيه فلازم تفسر في سياقها، بمعنى ان احنا عندنا مثلا في مرحله المراهقه بيبقى الشاب اللي بيبقى عنده مروق على السلطه الوالديه، نرفز شويه معاهم، تبقى مرحله يعني الشحنه العاطفيه ما بتروحش للاباء بالدرجه زي ما كانت مرحله الاطفال وهكذا. بعد ما بيموت الوالدين ويبتدي بقى احنا داخلين في عيد الام مثلا، يفتكر المواقف اللي كان بيعملها من 20 30 سنه ويجي له بقى تأنيب ضمير وجلد للذات ووغز للذات، ويبقى زعلان من نفسه قوي.
انا بقول له لا، يعني اقرا الموقف في سياقه. انت كنت في مرحله مثلا مراهقه، كنت محتاج نوع من ترشيد السلوك دفق عنوته يمشي في سياقه. يعني في مرحله الكبر على سبيل المثال بيبقى اهالينا في مرحله وهن شديد، واحنا ممكن الحياه واخدانا شويه، فنرجع نقوله بعد مثلا ما يعني يتوفوا يا ريتني كنت رحت، يا ريتني كنت زرت، لان انا كنت عطيته الدواء في ميعاده كان زمانه عايش. لا، الموت والحياه ده بتاع ربنا وكله بميعاد، فلازم احنا نفسر الامور في سياقها. ده مهم جدا، مهم قوي ما نحملش نفسنا فوق طاقتنا، وده برضو جزئيه مهمه وخطيره في عمليه جلد الذات، لان لا يكلفه الله نفسا الا وسعها. عظيم. اذا زي ما حضرتك وضحت، تانيب الضمير هو صحي، مفيش فيه اي مشاكل. الشعور بالذنب وارد، ولكن عشان ما يأثرش ونصل إلى مرحلة جلد الذات وإحنا بنسترجع المواقف القديمة، نشوف نحط الموقف في سياقه زي ما حضرتك قلت. يعني أنا عملت موقف معين مع والدي مع والدتي في سن المراهقة، أرجع بالذاكرة لأن السن ده دي تصرفاته، وإن كانت برضو يعني خطأ في بعض الأوقات، لكن دي تصرفات سن المراهقة. يعني كل حاجة نحطها في نصابها عشان ما نوصلش بالموضوع في النهاية إلى جلد ذات، وده اللي مضر. جلد الذات ده هو اللي بيؤثر نفسيا وصحيا علينا كمان. والاهم بقى حضرتك ان انا ادرك ان انا في مرحله جلد ذات ولا عدم جلد ذات. بمعنى ايه؟ ان ساعات من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لجلد الذات ان الانسان يبقى عنده حاجه اسمها عقده ستوكهولم. ايه عقده ستوكهولم سيادتك؟ عقده ستوكهولم دي ان الانسان دايما الضحيه بيتوحد نفسيا ويتعاطف نفسيا مع الجاني، مع من يمثل بيه. يعني شفنا مثلا كان في حادثه قريبه ان في واحده ابنها حرق اخوه حي، وراحت المحكمه وتنازلت عن القضيه، قالت انا ما عنديش غيره فسيبوه، بالرغم ان ابنها كان بيضربها ويعنفها وحرق اخوه، ولكن هي عندها عقده ستوكهولم. عقده ستوكهولم دي تعاطفت مع الجاني، مع اللي مكن بيها، وبيجي لها بقى وخز في الذات، ده برضه ابني، ده انا مربياه، يعني لو هو اتاخد مني يبقى اتنين راحوا، فبتبالغ في جلد الذات هنا بصوره مرضيه. بنشوف بعض الزوجات جوزها بيعنفها، يضربها، يحقر من شأنها، يمارس عليها كل انواع العذاب، وبالرغم من كده هو تتعاطف معاه وتقول لك اهو ضل راجل ولا ضل حيطه وهو ساتر البيت وهو بيصرف على الاولاد وانا اللي مقصره، فتبالغ هنا في جلد الذات. فساعات هو بتستكهولم دي، او النزعه المزوخيه اللي عند الانسان ان هو بيتمتع في تعذيب ذاته تخليه يبالغ في جلد الذات لما يقعد مع نفسه ويبقى دائم البكاء، شاحب الوجه، مش مستنفر الطاقات، عنده قله في الانتاج، مش متعاون، ما بيشاركش اجتماعيا، عنده قله في النشاط. فدي كلها بتبقى ملامح نفسيه للمبالغه في جلد الذات، يمكن مش بيشوفها غير حد متخصص. طيب دكتور وليد، عايز اسال حضرتك، الناس اللي بتعدي بازمات وبيبقى فيه اراء مختلفه، ناس تقول لا خد راحه واقعد وما تشتغلش ودي نفسك فرصه تزعل وتحزن، وناس تقول لا اشتغل والشغل بينسي والشغل بيقوي، وتلاقي الناس مثلا في وسط ما هي بتشتغل ويمكن شفنا ده بتبكي مثلا على مسرح او ما شابه. يعني حضرتك بتشوف الموضوع ده ازاي، ولا الموضوع بيختلف من انسان لانسان؟ هو طبعا في انديفيدوال او فروق فرديه، ولكن القاعده الانسانيه بنقول ايه؟ زي ما هي قوانين الطبيعه ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، نفس الامر بالنسبه للازمات النفسيه. لما يجي لك ازمه نفسيه عيش مراحلها. يعني بشوف ناس تقول لي انا ابويا لما توفى ما عيطتش، وقفت وكفنت واخدت العزاء وقعدت ثلاث ايام استقبل الناس، بيصعب عليا. ببقى عارف ان هو بعد كده هو هتخور قواه العصبيه والنفسيه وهيخش في مشاكل صحيه بعد كده. فالطبيعي ان يبقى في تنفيس انفعالي للمشاكل اللي بتنتابك. عاوز تعيط عيط مش عيب. عاوز تقعد لوحدك اقعد لوحدك. يعني سيب رد الفعل الاولي للازمه النفسيه يمشي في مساره السليم، وبعد كده هو انت وشطارتك بقى. يعني حبيت تتغلب على المشكله النفسيه بالانصهار في منطقه الجماعه، بممارسه نشاط، بمضاعفه الجهد في العمل، بالتواصل الانساني مع المقربين، يعني بالادوات اللي حوالين منك تستغلها ازاي وتشغلها ازاي، يو هاف جو، توكل على الله. انما بصفه اوليه لازم رد الفعل النفسي لاي ازمه يخليه ياخد راحته شويه علشان ما يحصلش كبت بجماح الازمات النفسيه، وبالتالي بيجي علينا مرحله بيهن جهازنا العصبي والانفعالي وما بيقدرش يتحمل ده. علشان كده هو في ناس تقول لك انا مريت بمشاكل جسام، انما جت على المشكله الرفيعه دي جالي اكتئاب، قعدت ومن بعد منها ما قامتليش قومه، هي القشه اللي قطمت ظهر البعير،
القشره اللي قفل الظهر البعير ده حقيقي نتيجه ان انت على مدار عده ازمات نفسيه ما خلتش الازمه تمشي بمراحلها النفسيه اللي تعمل لك تخفيف من حده الالم او تخلي الحزن ياخد وقته او تنحيها من الاساس في بنائك النفسي. عظيم جدا. دكتور في بعض الناس ممكن تستغل معرفتها بالشخص كويس جدا وعارفه ان هو شخص دايما يأنب نفسه ويأنب ضميره ودايما بيجلد في ذاته وتدوس عليها اكتر، ازاي الشخص نفسه يفرق بين ان هو فعلا حاسس بتأنيب ضمير او ان في حد بيدوس عليه او بيأثر عليه اكتر؟ بص حضرتك ابسط التعريفات الانسانيه للانسان انه كائن ذو تاريخ، فدايما انا بقول اللي ملوش تاريخ ملوش جغرافيا، يعني ملوش ملامح، اقرا التاريخ الانساني بينك وبين اي حد وصرف تصرفاته في سياق التاريخ بتاعه، هل هو انسان اناني؟ انسان بيميل للنزعه الساديه، يحب ينكل بالاخرين ويزقهم ويلات الالم النفسي؟ هل هو انسان استغلالي؟ هل براجماتي؟ هل نفعي؟ يعني انت فسر جميع سلوكياته فيما سبق، هتعرف ان هو بيستغل ان الايجو عندك عالي او الضمير عالي او انت عندك مبالغه في جلد الذات ولا لا، لان بالفعل حضرتك في ناس من الذكاء بمكان والشر بمكانه ان هو يعرف يقرا الشخصيه كويس جدا ويحركها عن بعد بالريموت كنترول، يحركها من خلال ان هو قاري المفاتيح بتاعتها، فده مهم جدا ان انا اقيم علاقاتي الانسانيه بكل اللي حوالين مني، اللي اقدر اعزله عني اعزله، اللي اقدر ابعده واللي اقدر اجمده واللي اقدر اتواصل معاه على قد الموقف، سواء كان بقى زماله او جماعه جيره في نفس البيت او في الشارع، يعني انا المفروض يبقى عندي مجموعه من المهارات الاجتماعيه الاكثر ارتقاء اللي تخليني اقدر اتعامل مع كل مفردات الحياه وكل الناس اللي انا بعاملها بكل اشكالها، ولا سيما ان انا عندي كلمه شهيره جدا بقولها، بقول احنا في العصر اللي احنا فيه بنشوف اقنعه اكثر ما بنشوف وجوه، فنخلي بالنا قوي من الجزئيه دي، يعني لما يجي واحد معانا على المحك ويقع مننا لازم نحط الوقعه دي في عين الاعتبار ونبقوا شايفين ده كويس علشان لا يلدغ من جحر المؤمن من جحر مرتين، دي حته مهمه جدا في العلاقات الانسانيه. عظيم دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. جميل جدا على فكره، فكره ان انا احدد انا بنفسي ده الموضوع حجمه عامل ازاي عشان اقدر اتعامل معاه. هل الموضوع مستاهل ان انا اجلد ذاتي واموت نفسي؟ لا طبعا، لازم واحده واحده كده الوم نفسي، لو في تصرف معين كان المفروض اعمله ما عملتوش الوم نفسي واقعد اتكلم مع نفسي، وممكن استشير حد من المقربين اللي يكون تاريخ العلاقه زي ما الدكتور وليد قال تاريخ العلاقه بينك وبينه كويس. فهنا ان انا استشيره واخد رايه في حاجه والوم نفسي، لكن الوم نفسي بطريقه تخليني اغير من نفسي، ما اذيش نفسي لا نفسيا ولا عضويا. يعني في ناس مساله انها تلوم نفسها ده بيطلعها قدام لانه بيعرفها هي يعني غلطت في ايه، ايه اللي حصل في الموقف اللي فات، ازاي استفيد منه في الموقف اللي جاي، وفي ناس الموضوع بيوصل معاها فعلا لايذاء نفسي وتفضل طول الوقت زي ما كنا بنتكلم على اللي فقد ابوه او فقد امه، انه بيجي في كل مناسبه يقول يا ريتني كنت قعدت معاه اكتر. هو طبعا كلنا ممكن نفكر بالطريقه دي، بس هي زي ما دكتور وليد قال انك ترجع الموقف لمكانه، مثلا انت كنت بتروح شغلك، اكيد ما ينفعش تروح شغلك، اكيد ما ينفعش ما تروحش شغلك، فما بيكونش بايدك حاجه ساعتها على الموقف ده، بس تلاقي الناس تفضل طول عمرها بتلوم نفسها على نفس المواقف.